بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهارده هيكون عن مجموع القبول بالكليات العسكريه. واول كليه وهي الكليه الحربيه تقبل الكليه الحربيه الطلبه الحاصلين على شهاده الثانويه العامه والثانويه الازهريه وكل من طلبه علم علوم وعلم رياضه وكذلك طلبه ادب، ويشترط ان يكون المجموع عن 70% ويستحسن ان يكون المجموع اكبر من 70%. وتاني كليه هو المعهد الفني، ويقبل المعهد الفني الطلبه الحاصلين على الثانويه العامه والازهريه والثانويه الصناعيه، وبالنسبه للطلبه الثانويه الصناعيه التخصصات الميكانيكا والكهرباء فقط، وبالنسبه لطلبه الثانويه العامه طلبه علم علوم وطلبه علم رياضه. وبالنسبه لطلبه الثانويه العامه لا يقل المجموع عن 65%، اما طلبه الثانويه الصناعيه لا يقل المجموع عن 75%. وثالث كليه هي كليه الدفاع الجوي، وتقبل كليه الدفاع الجوي الطلبه الحاصلين على شهاده الثانويه العامه والثانويه الازهريه القسم العلمي شعبه علم الرياضه فقط، ويشترط الا تقل النسبه المئويه لماده الفيزياء والرياضيات عن 70% ولا يقل مجموع كلي عن 85%. يشترط الا تقل النسبه المئويه لماده الفيزياء والرياضيات عن 70% ولا يقل المجموع كلي عن 85%. ورابع كلية وهي الكلية الجوية، وتقبل الكلية الجوية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية طلبة علم علوم وطلبة علم رياضة وكذلك طلبة أدبي، ويشترط ألا يقل المجموع عن 70%. وخامس كلية وهي كلية الطب للقوات المسلحة، وتقبل كلية الطب للقوات المسلحة الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية طلبة علم علوم فقط للذكور والإناث، ويشترط الا يقل المجموع عن 95%. وخامس كلية وهي الكلية الفنية العسكرية، وتقبل الكلية الفنية العسكرية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية طلبة علم الرياضة فقط، ويشترط الا يقل مجموعك في مادة الفيزياء والرياضيات عن 70%. ولا يقل المجموع الكلي عن 92%. وبكده يكون ده موضوعنا عن مجموع القبول بالكليات العسكرية.